بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السابع، بدنا نتعرف على حل أسئلة تمارين ومسائل صفحة 93. بنبلش بالسؤال الأول. إذا كانت لام تساوي سالب 1 3 7، ميم تساوي 0 1 2، أي العلاقات الآتية تمثل تحويلا من المجموعة لام إلى المجموعة ميم مع ذكر السبب؟ ألف عين 1 سالب 1 ارتبط مع 2، 7 ارتبطت مع 0، 3 ارتبطت مع 2. خلينا نعملها على شكل مجال ومدى زي ما هو ظاهر أمامنا. مجال ومدى، رتبنا عناصر المجال سالب 1 و7 و3، رتبناهم سالب 1 و7 و3 في المجال، وأيضا عناصر المدى 2 0 2 رتبناهم في عناصر المدى. طبعا التكرار ما بزبط، يعني 0 و2 2 و0، هاي حطناهم لأنه 2 مكررة. إذن بنلاحظ أنه سالب 1 ارتبط مع 2، و7 ارتبطت مع 0، و3 ارتبطت مع 2. إذن عندي عنصرين في المجال اللي هي سالب 1 و3 ارتبطوا مع نفس الصورة في المدى اللي هي 2. إذن الصورة 2 ارتبطت بعنصرين في المجال سالب 1 و3. إذن هاي العلاقة لا تمثل تحويلا، لا تمثل تحويلا. نيجي إلى العلاقة الثانية، عين 2 سالب 1 ارتبط مع 2، 3 ارتبطت مع 0، و7 ارتبطت مع 1. خلينا نرتبها أيضا على شكل مجال ومدى. مجال ومدى، إذن سالب 1 ارتبط مع 2، 3 ارتبط مع 0، و7 ارتبطت مع 1. إذن هاي العلاقة تمثل تحويلا ولا لا تمثل تحويلا؟ طبعا تمثل تحويلا. لماذا؟ لأن كل عنصر في المجال ارتبط فقط بصورة واحدة في المدى. سالب 1 صورتها فقط 2، 3 صورتها فقط 0، و7 صورتها فقط 1. ما في عنصر ارتبط بأكثر من صورة، وما في صورة ارتبطت بأكثر من عنصر. إذن هنا تمثل هاي العلاقة تمثل تحويلا. نيجي إلى العلاقة الثالثة، فرع جيم، اللي هي مرسومة على الكتاب، مجال ومدى. لام وميم، لام سالب 1 و3 و7، وميم 0 و1 و2. إذا بنلاحظ أنه كل عنصر في المجال ارتبط فقط بصورة واحدة في المدى. سالب 1 صورته 1، و3 صورتها 0، و7 صورتها 2. إذن هنا هاي العلاقة إيش؟ العلاقة الثالثة تمثل تحويلا، لأنه كل عنصر له صورة واحدة، وكل صورة ارتبطت فقط بعنصر واحد. إذن ها هنا تحويلا، تمثل تحويلا. إذن اتفقنا أنه الأولى لا تمثل تحويلا حسب ما حلناها على الرسمة، حسب ما حلناها على الرسمة طلعت لا تمثل تحويلا. والثاني حسب الرسم طلعت تمثل تحويلا. والثالثة على الكتاب لاحظنا أنه الارتباطات واحدة فقط، إذن تمثل تحويلا. منيجي إلى العلاقة الرابعة، مجال ومدى. عناصر المجال سالب 1 و3 و7، وعناصر المدى 0 و1 و2. بنلاحظ أنه العنصر سالب 1 صورته 1، والعنصر 3 صورته 0، بينما العنصر 7 له صورتان، له صورة 1 وله صورة 2. إذن هنا
ما أنه العنصر 7 إلى صورتين إذن لا تنطبق على التحويل. شرط التحويل أنه كل عنصر له صورة واحدة، ما أنه 7 لها صورتان إذن هنا لا تمثل تحويلا. إذن العلاقة رقم 4، علاقة رقم 4 لا تمثل تحويلا، لا تمثل تحويلاً.